وأما اجتماع الأمة لا شك أنه واجب كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن واجب على أي شيء؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما هو على الأهواء. اعتصموا بحبل الله، بدأ بالحبل قبل أن يقول جميعا، وحبل الله ودينه وشريعته. وأما أن نتفق بالمداهنة فهذا غلط. ولهذا نجد العلماء رحمهم الله يردون على المبتدعة ويرون أن الواجب عليهم الرجوع إلى الحق.